تحرص الدولة باستمرار على التكفل الأمثلي بفئة المتقاعدين وذوي حقوقهم، عرفاناً بمساهمتهم الجليلة في بناء مؤسساتنا وتربية أجيالنا وضمان صحتهم وتنمية اقتصاد وطننا المفدى، لا سيما من خلال حماية قدرتهم الشرائية وتحسين مستواهم المعيشي المكرس في التدابير التشريعية المؤطرة للتقاعد، وهو ما تجلى في جملة التثمينات السنوية التي أقرها السيد الرئيس، وهي تثمين المعاشات ابتداء من شهر مايو 2020 بنسبة تراوحت بين 2 و7%، تثمين المعاشات في شهر مايو 2022 بعنوان سنتي 2021-2022 بنسب تراوحت من 2 إلى 10%، تثمين المعاشات ابتداء من شهر مايو 2023 بنسب تتراوح من 3 إلى 5%، ومن جهة أخرى وحرصا منه على دعم أصحاب الدخل الضعيف من المتقاعدين وذوي حقوقهم، قرر السيد رئيس الجمهورية إقرار حد أدنى لمنح التقاعد لا يقل عن 75% من الأجر الوطني المضمون 1.5 مليون، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 100% من الأجر الوطني الأدنى المضمون 2 ملايين. تثمين المعاشات والمنح التي تساوي أو تزيد عن 2 ملايين وتقل عن 5 ملايين ضمان ألا تقل الزيادة الممنوحة عن 2000 دينار، يعني 200 ألف، لصالح كافة الفئات المعنية بهذا التثمين. وقد استفاد من هذه التثمينات ما يناهز 3.8 مليون متقاعد، حيث رصدت الخزينة العمومية إلى جانب هيئات الضمان الاجتماعي غلافا ماليا قدره حوالي 600 مليار دينار جزائري خلال الفترة الممتدة بين 2020-2023.